بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اني شوف باللي دغيغمون كم صايمين على التعليقات وعلى لي جيم. دو توت فاسون انا مكمله معاكم في خاطر عيني اللي مازالوا يكومونتوا لي ومازالوا يتابعوا فيا. هذه هي انا الهدف تاعي كي ندير نحط الاطباق هادو باه نقلع شويه هذيك الغبينه والتلفه تاعكم. عارفين كل مره حنايا تتلفنا عشان نديرو كاع. هذه مجرد اقتراحات الواحد يشوف هكا كيما انا بيرسونيلمون شخصيا كي نشوف هكا، ولا خطات نعيط حتى في تليفون ماما ولا اختي ولا شكون دايرين فطور. هذه هي باش كاش ما ننقلوا على بعضنا، كاش ما كان حاجه تالفه ولا نتفكروها. هذا هو الهدف من طاولتنا الرمضانيه، مش باه نزوخو ولا باه الواحد يوري روحه ولا باه راكم عارفين انسان بركه هكا يقلع هذيك الغبينه تاع الافطار شنو غادي نديرو ولا شنو غادي نطيبو. هذا انا ارتأيت اليوم اني نشارك معكم تاني هذه الطاوله. بسيطه جدا، سهل، الصوالح اللي فيها سهلين، كنا ديجا حضرناهم من قبل، زعما غير لي ديرنيغ غوتوش هما اللي نديروهم. هذوك لي سابلي سالي هامالا درتهم كمقبله، درت لي سابلي هذوك سالي اللي خدمناهم مع بعض. نخلي لكم بعض الرابط في صندوق الوصف في الاسفل، اللي ما شافهش يعاود يشوف. جاو بزاف هايلين دو توت فاسون، هادو صحاب راجلي راهم جايين وعاودوا دومونديو هما اللي عاود درت لهم. هادو هما، وحطيت تاني لي فيغي لي سالاد هكا كيما راكم تشوفوا، سلطه مشكله، ودرت بوراك او البريوات كي بحشوه رائعه رائعه جدا جدا. اذا بغيتوا نحطها لكم كوصفه واحد عام نوريها لكم، هايله بالسكالوب وبالجزر، بزاف شابه. هنا درت اسهل واسرع حميص يمكن توجدوه، هذا باسكو الحميص اللي كنت درته ديجا قبل رمضان وشاركت معكم الوصفه. كمل لي درت هذه الوصفه ايضا، اذا بغيتوها نعاود نشاركها معكم. درت لي ميني بيتزا هكا على شكل مربعات، دي ميني بيتزا بالعجين المورق. هاكم شفتوا بلي انا التحضيرات المسبقه اللي نديرها قبل الشهر الكريم نوجد العجين المورق ويجيني سهل اني نشكله. هاكم شفتوا معايا في الاطباق الرمضانيه اللي درتهم اللي فاتوا، درت شحال من شكل بالعجين المورق، وهذا واحد منهم. اذا قلت لكم كاين هذه لي ميني بيتزا، البوراك، لي سالاد تاع لي فيغين، لي سابلي سالي، التمر ما ننساوش، والحليب. هذه هي. وبالنسبه للاطباق اللي درت، حطيت شوربه، على شوربه درت هنايا حريره، الحريره اللي درت اليوم حريره تاع المرمز باسكو دومونداوها الضياف اصحاب راجلي، قالوا له ديرنا تاع البلاد راني درت لهم. وهنا درت لوبيا خضراء هكا باللحم، ورافقتها بالبطاطا مقليه على شكل اوريدات، راكم عارفين على جال الديكور كمرافق. والحلو هاولا درت هادوك شبح السفره، درتهم في المول تاع السيليكون وخدمتهم بهذاك الكاوكاو اللي غشيناه ودرناه على شكل لوز اللي ما شافش الطريقه تاعنا كيفاش درناه. اني نخليه لكم في صندوق الوصف. رافقتهم ايضا بالعصير، عصير فراوله والليمون وكذلك ليموناد. وهذه هي. والخبز جبنا هذا الخبز تاع البولونجي عادي، وهذه كسر رخيص درتها انا راكم عارفين اللي تشهاها. هذه هي مائتي لليوم. ما تنساونيش برك بالتعليقات تاعكم ولي جام، شجعوني باش نزيد نشارك معكم مواعيد ووصفات اخرى. هذه هي. واللي اول مره يشاهدوني مرحبا بكم في داري، ما تنساوش تشتركوا معايا وتحطوا لي لايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. وصحه فطوركم وربي يتقبل منكم الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.